الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. فصل في أحكام الوديعة. والوديعة هو ما يدعه الإنسان من ملكه في حيازة غيره على سبيل الأمان فيسمى وديعة. والوديعة جاية من الودع، والودع هو السكون، لأن الوديعة تكون ساكنة عند صاحبه. نقول رجل وديع، إن رجل ساكن، فالوديعة جاية من السكون، حيث أنها تسكن عند من ائتمنته فيها، والذي يسمى المودع أو يسمى الوديع. أما الذي ترك الوديعة فيسمى المودع. يبقى في عندنا في الوديعة مودع ومودع، يعني مودع عنده. والمودع عنده أحيانا يطلق عليه ويطلق ويسمى اسم الوديع. ومودع وهي نفس الوديعة، يعني أحيانا تطلق الوديعة ويقصد بها العقد، عقد الأمانة، وأحيانا الوديعة يطلق بها ما ترك عند من يحفظه. فأحيانا تطلق على المودع، وأحيانا تطلق على العقد، عقد الوديعة. وهي فعيلة من ودع إذا ترك. ودع الشيء تركه، يعني تركه ساكنا، وتطلق لغة على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ. يبقى في اللغة تطلق على الشيء المودع، وفي الشرع أيضا تطلق على الشيء، وزيادة في الشرع تطلق على العقد. الموضوع هي المودع أحسن، على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ، وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ. يبقى شرعا تطلق أيضا على المودع، وأيضا تطلق على العقد، يعني في الشرع لها المعنى اللغوي أيضا قائم، بالإضافة لمعنى زائد في الشرع وهو العقد المقتضي للاستحفاظ، يعني بمعنى استحفظتك كذا، استأمنتك كذا، أعطيتك كذا على سبيل الحفظ، أي لفظة كانت تدل على طلب استحفاظها. وبالتالي عقد الوديعة أركانه أربعة، وهو مودع وهو صاحب الوديعة، ومودع أو وديع وهو الذي يترك عنده، ووديعة وهي ما يترك، وصيغة. والصيغة هي إيجاب وقبول، وإيجاب يدل على معنى طلب الاستحفاظ يعني الحفظ، ولا يشترط القبول باللفظ فيها لأنه عقد مواساة. فلو قلت له استودعتك كذا عندك فقبل ساكتا انعقد العقد، يعني لا يشترط في القبول القبول باللفظ، بل يكفي أي إشارة تدل على الموافقة، ولو كان بالصمت، ولو تناولها بيده صامتا. وطبعا يشترط في طرفي العقد اللي هو المودع والمودع
عنده او الوديع يشترط كمال التصرف، فلا يجوز ان يتصرف احد الطرفين ويكون ناقصي الاهلية. ناقصي الاهلية يعني يكون صغير في السن او سفيه او شيء من هذا، فلا ينعقد العقد الا بين كامل وكامل، بين كامل الاهلية وكامل الاهلية. اما لو انعقد بين كامل وناقص، كان استودعت مالك مثلا عند صبي او عند صغير او عند سفيه، فلا يضمن الا باتلافها ولا يضمن بضياعها. اتلافها فقط هو الذي يضمن فيها وليه، اما اذا ضاعها فلا يضمن عقوبة لك لانك استأمنت من لا يؤتمن. وبالتالي يشترط في المودع عنده ما يشترط في الوكيل بالضبط، في عقد الوكالة زي ما تكلمنا. والوديعة أمانة في يد الوديع، والوديعة أمانة في يد الوديع، يبقى يده عليها يد أمانة. وطالما يده أمانة يبقى لا يضمن إلا بالتقصير بالتعدي، لكن لو ضاعت عندها وتلفت بغير تعدي لا يضمن. والوديعة أمانة في يد الوديع، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. يبقى حكم قبولها ايه؟ الاستحباب ان كنت قادرا على حفظها فيستحب لك ان تقبلها. طب ان كنت قادرا على حفظها ولا يوجد غيرك يبقى يجب عليك ان تقبلها. يبقى قد يجب وقد يستحب وقد يكره وقد يحرم. لو كنت لا تقدر على حفظها متيقن من ذلك فيبقى يحرم ان تقبلها لان حظ يحرم. وان كنت عندك شك في انك تحفظها يعني مستوي الطرفين فيكره لك ان تقبلها. يبقى يجب قبولها امتى؟ يجب ان لم يوجد غيرك في المكان قادرا على حفظها فعليك ان تقبلها على سبيل الوجوب. اما ان كان هناك غيرك من يحفظها وعرض عليك ان تقدر على حفظها فيستحب لك ان تقبلها ولا يجب. عشان كده قال هنا ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها. يبقى لازم يكون عنده قدرة على القيام بايه؟ بامانته. لو فقد القدرة اما لصغر سن او لسفاهة او لجهل او لسوء تصرف يبقى في الحالة دي يحرم ان يقبل، لان قبوله لها بمعنى ضياعه. وعشان كده بيقول ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها ان كان ثم غيره، يعني ان كان في المكان غيره فيبقى يستحب، والا يعني ان لم يوجد غيره وجب قبولها كما اطلقه جمع، يعني جمع من فقهاء الشافعي. يبقى يجب قبولها امتى؟ لو لم يوجد غيره قادرا على حفظها. قال في الروضة كأصلها، من اللي قال في الروضة؟ الإمام النووي. قال في الروضة كأصلها، أصلها اللي هو إيه؟ كتاب فتح العزيز للإمام الرافعي. قال في الروضة كأصلها، وهذا محمول على أصل القبول. يعني الإيه؟ الاستحباب ده محمول على أصل القبول. دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. يعني أصل القبول يستحب له أن يعني يحفظها ولا يأخذ مقابل جهده في حفظها، لكن له أن عشان كده مجانا دي تعود على أصل القبول. أما ما يؤدي إلى حفظها دون إتلاف منفعتها فإن كان مكلفا فيكون على صاحبه وله أن يطلب ما وحرزه. افرض ان انا اعطيتك شيء يحفظ في مكان معين وهذا المكان ليس متوفرا عندي فعليك ان توفر لي ما احفظه فيها. اذا كان مثلا يحفظ في خزانة فعليك ان تعطيني الخزانة اضعها فيه مثلا. لكن نفس القبول ده مجانا، نفس القبول. لكن لو كان تكاليف حفظه يكلفه حفظ، كان يوضع مثلا في مكان يستهلك كهرباء وهذه الكهرباء لها عداد هيدفع تكاليف ومصاريف، فلك ان تدخل تاخذ منه مصاريف عداد الكهرباء. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام، الى ان العباره هنا مهمه فنقراها تاني عشان تاخد بالك.
وهذا يعني الاستحباب محمول على أصل القبول مجانا. حق نجيب مجانا هنا للسواء آخر، عشان تطرح حط مجانا الأول، وهذا محمول على أصل القبول مجانا دون إتلاف منفعتي وحرزه. أما إتلاف منفعتي وحرزه فإذا كانت تحتاج إلى مصاريف ياخد مصاريف. فهمت بقى؟ فكلمة مجانا لما أخرها صارت العبارة ملتبسة شوية، لكن لو قدمها ربما تكون إيه أوضح. ولا يضمن الوديع الوديعة. شوف ساعات يقول الوديع وساعات يقول المودع، لأن الاثنين بمعنى واحد، الوديع والمودع بمعنى واحد. ولا يضمن الوديع الوديعة. ليه؟ لأن احنا قلنا عليه يد ويد أمانة ينبني عليها عدم الضمان إلا بالتعدي فيها. وعشان كده كلما كانت اليد يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي. التعدي يعني إيه؟ يعني تصرف تصرف خطأ أدى إلى ضياعها أو إتلافها، يبقى في الحالة دي يبقى متعدي. صور التعدي كتيرة في بعض المطولات، وصلوا على 10 صور تعدي، وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات. منها هيديك أمثلة وعليها أن تقيس أي صورة تعدي بعد ذلك. أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك. افرض أنك أنت أعطيتني هذه الأمانة أحفظها لك وأنا قبلتها منك، فأنا أخذتها منك وأعطيتها لواحد آخر يحفظها دون إذن من الملك الأصلي، يبقى في الحالة دي أنا متعدي. فهمت؟ إذا ضاعت في يد الإيه؟ الآخر، يبقى أنا هنا أضمن. لكن إمتى لا أضمن؟ لو أنا اتصلت بيه وقلت له أنا هحملها عند فلان لأني سوف أسافر مثلا، في الحالة دي لو قابل يبقى أنا هنا في الحالة دي لا أضمن. واضح؟ يبقى في الحالة يبقى من صور التعدي أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك. المالك الأصلي هو المودع، يبقى المالك هنا اللي هو مين؟ المودع. وكمان يكون ولا عذر من الوديع، وما يكونش عندي عذر ان انا اعطيها عند غيري. يعني ممكن يكون عندي عذر ان انا هسافر، او ان انا ليس عندي مكان كافي لان كثرت الودائع عندي مثلا. يعني لو كان في عذر معلش، واذا كان في عذر يبقى انا اتصل واعلم المالك الاصلي ان انا سوف اضعها عند فلان. لو ما عملتش انا التصرفات دي ثم تلفت عندي يبقى انا في الحاله دي اضمن. واضح؟ ومنها أن ينقلها من محلة إلى دار، من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. أو إن أنا مثلا انتقلت من مكان كنت ساكن فيه آمن وقريب من الشرطة مثلا، فانتقلت إلى دار في أطراف المدينة بعيدة عن إيه؟ عن الحراسة، فخدت معايا الودائع حطيتها في هذه الدار وهي أقل أمان من الدار الأولى، في الحالة دي أضمن. فهمت؟ ومنها برضو لو سافرت بها دون اذن مالكها. يعني ممكن تجيب حاجات كتيره بقى لو سافرت بها دون اذن مالكها، لان السفر برضو مخوف وممكن تضيع الحاجه فيه او تنساها. التعدي لا يكون خطا، يكون بالقصد. لا، التعدي يكون ممكن بسوء التصرف. سوء التصرف مش خطا. الخطا ان هو لا يقصد، لكن التاني سوء تصرف، يعني لم يحسن التصرف. ممكن اديها لك مثلا والمفروض انها تحفظ في خزانه وتغلق عليها، تقوم تتركها انت على المكتب ولا تدخلها الخزانه وتنصرف للصلاه، وتقول اما بارجع وتتركها في مكان بابه مفتوح، وان ترجع ما تلاقيهاش، يبقى انت كده ما حطيتهاش في حرز مثليها. فاهم؟ وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على اي يد امانه في الغالب الاعم. لو حصل خلاف هل انت رديتها ولا ما رديتهاش، يبقى القول قول اليد امانه على المساله مع اليمين. فهمت بقى ازاي؟ دي قاعده تاخد بالك منها. لما قلنا انها يد امانه ولا يضمن الا بالتعدي، يبقى لو اختلف المودع مع المودع فقال المودع انا رددتها اليك والاخر قال لم تردها فحصل خلاف، رحنا للقاضي، القاضي يصدق كلام مين؟ يصدق كلام اللي يده على الشيء يد امانه، يصدق كلام المودع مع اليمين. واضح؟ وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع بكسر الدال وعليه. خد بالك ان مقبول ايه؟ هيبقى مقبول مع اليمين عند النزاع يعني.
مقبول مع اليمين عند النزاع. وعليه يعني يجب عليه على الوديع إذا أخذ الأمانة الوديعة أن يحفظها في حرز مثلها. يبقى خل الوديعة مثلا حيوان، يبقى الحيوان يحفظه في زريبة الحيوانات علشان هناك العلف وهناك الطعام والشراب، ما يحفظهاش في الشارع فتضيع، واخد بالك؟ وكذلك مثلا ذهب، الذهب يوضع في الخزانة ويغلق عليه، والخزانة تكون في إيه؟ في بيت، والبيت يكون في حجرة في البيت ومغلقة، يعني إيه؟ كل حاجة فيه حرز مثله. إذا كان الطعام يوضع في التلاجة، لا يضعه إيه في خارج التلاجة فيفسد، وهكذا. يبقى أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن، لأن إن لم يفعل يبقى تعدى، والتعدي يضمن، خدت بالك؟ احنا كتير مثلا ساعات واحد يدي لك امانه عشان تشيلها، تقوم تعمل ايه؟ تديها لابنك تقول له يا ولد وديها البيت، هو هنا في الحاله دي تضمن. خد بالك ان التصرف ده الناس بتعمله ساعات بالسجيه، لكن يجعله ضامن. او تنادي السكرتير بتاعك، او تنادي زوجتك، خدت انت الوديعه خلاص، كانك انت اودعتها في يد غيرك دون اذن المالك، هو اداها لك، فهمت ازاي؟ وقد يكون الغير ده خادمك، زوجتك، ابنك، ابن جارك، كل ده خلاص. يبقى في الحاله دي، في الحال انت انتقلت من يد امانه الى ضامن، ودي كتير بتحصل على فكره، فناخد بالنا من النقطه دي. خد بالك ان الوديعه برضو ايه اصلها في الشرع، آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية اللي هي إيه؟ في سورة النساء. الآية دي الآية الوحيدة اللي نزلت في جوف الكعبة. يعني لو سئلت مثلا في الفوازير بتاع رمضان إيه الآية اللي نزلت في جوف الكعبة؟ هي دي بس، ملهاش تاني. وكانت سبب نزولها في فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة طلب من سيدنا علي أن يذهب إلى عثمان الحجبي يجيب منه مفتاح الكعبة عشان يفتحها للنبي يدخل يصلي فيه. فراح لعثمان الحجبي فامتنع، فسيدنا علي لوى ايده وخد منه المفتاح وقال نحن احق بسدانة البيت منكم. كانش لسه اسلم عثمان الحجبي، هو قريشي، قرشي يعني بينهم قرابة شديدة، لكنه ما كانش اسلم. فقام النبي سيدنا علي عمل ايه؟ راح لوى دراعه وخد منه المفتاح وراح فتح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما دخل نزلت عليه الآية وهو داخل الكعب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلما انتهى من صلاته داخل الكعبة خرج ونادى على عثمان الحجبي وقال له إن الله أمرني أن أرد مفتاح الكعبة لك ولا يأخذها منكم إلا ظالم. أما عثمان الحجبي تعجب، قال ربك قال لك ذلك؟ قال نعم. فأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وده كان سبب إسلامه. فأصل الوديعة أصلها هي القصة دي، كويس؟ اللي هي أداء الودائع يعني لأهلها. بيقول كمان هنا وإذا طولب بها، يعني الوديع بالوديعة، فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضامن. أدي من ضمن صور التعدي، يعني أنا دلوقتي الأمانة في إيدي، جاء صاحبها يطلبها مني، فأنا قلت له مش دلوقتي، كويس؟ هو عايزها دلوقتي، انا قلت له مش دلوقتي، اديني مهله بكره بعده، وانا ما كنتش في بلد بعيده، ده انا في نفس المكان، يعني انا ماليش حق ان انا اخرها. في الحاله دي لو تلفت اضمن، لكن لو كان بيطلبها مني في اسكندريه وهو استودعني اياها في القاهره واحنا في اسكندريه، ليا ان انا اجله، اقول له لما ارجع القاهره اديني فرصه. في الحاله دي لو تلفت لا اضمن، فهمت؟ يبقى انا لو اجلت ردها اذا طلبها مني بعذر لا اضمن، فتلفت في الفتره دي لا اضمن، لكن لو اجلت ردها له بغير عذر فتلفت في هذه المهله يبقى اضمن، ودي من ضمن صور التعدي برضه. فبيقول لك واذا طولب بها اي الوديع بالوديعه فلم يخرجها مع القدره عليها حتى تلفت ضمنا، فان اخر اخراجها لعذر لم يضمن. عذر المفتاح مش موجود مثلا، او انه كان مسافر، او انه كان مريض في المستشفى وهيخرج بعد يومين، اي عذر بقى، يبقى في الحاله دي لا يضمن. والله تعالى اعلى واعلم.
واحنا كده نبقى ايه تقريبا خلصنا ابواب المعاملات، وهنقف على كتاب الفرائض والوصايا. والفرائض اللي هو علم المواريث، يسموه علم المواريث او يسموه علم الفروض او الفرائض. ان شاء الله المجلس القادم باذن الله. لو في سؤال متعلق بالوديعة قبل ان ننهي. السؤال كله واضح والحمد لله. طب الفرق بين الوديعة والرهن بقى بالمرة، يعني يعني الرهن اصلا برضو يده عليه على، يعني الراهن في راهن وفي مرتهن. المرتهن بياخد الرهن يشيله عنه، يده عليه يد ضمان، خد بالك يده عليه يد ضمان من الاول مش يد امان، واخد بالك ازاي؟ ليه بقى؟ لانه هو اصلا واخده حتى يضمن الثمن حقه عند الرجل الاخر، يعني في نوع من المعامله هات وخد. انما الوديعه ما فيش فيها هات وخد، دي عرض، دي عقد مواساه، يعني اللي قتله فيها اجر، وبالتالي يبقى يده فيها في الاول يد ضمان يد امانه، لانه ده تبرع، يعني عقد الوديعه عقد تبرع فيكون اصله يد امانه. انما عقد الرهن وكذا عقد الايه الاجاره يد عليها يد ضمان من الاول، فهمت بقى ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، وجزاكم الله خيرا. ايوه تفضل.